الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وملجانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. الأخ الكريم العزيز معالي الشيخ دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف جمهورية مصر العربية، معالي الوزراء الكرام، سادة العلماء الأفاضل، الشيوخ الأجلاء، حضور هذه المجلس الجلسة الكريمة المباركة، سيدي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء وسيدي دكتور محمد مختار جمعة وسادة القائمين على هذه المؤتمر، ونيابة من دولة رئيس الوزراء جمهورية إسلامية باكستان سيد عمران خان، وحكومة باكستان وعلماء باكستان وشعب باكستان، نؤيد ونوافق الجهود المستمرة المستقيمة المتكررة لوزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصري وموقف الأزهر الشريف السديد، فكر الوسطية والاعتداد، وإحياء وتجديد فكر الإسلامي الناهد من القرآن والسنة وآثار السلف الصالحين، ومعالج ومكافح للتشدد والتطرف والغلو. أيها الإخوة والأخوات، موضوع جلسة اليوم لها دور مهم وجاد، وما نحتاج إليه اليوم أشد احتياج لحل أكثر مشاكلنا وتصحيح فكرتنا والتعايش السلمي في مجتمعاتنا. وإذا ما نختار سبيل الحوار بين طرفين وأطراف، نتكيف بثقافة الحوار، يمكن لنا أن نصحح كثيرا من المفاهيم. والحوار بهذا المعنى يعد منهجا شرعيا ودينيا وسلوكا إخلاقيا فطر عليه الإنسان. وفي عصرنا الجديد يلزم على علماء الأمة الإسلامية لحل أزمة قضايا النقاش العصرية مع مختلف الثقافات والديانات والشعوب، وحتى في الخروج عن مشاكل السياسية الإقليمية. نحن أبناء حضارة واحدة وهي حضارة إنسانية، مع تلون الثقافات واختلاف المذاهب والأديان وتعدد العرقيات واللغات، نعيش في مجتمع واحد إنساني وقرية عالمية إنسانية. ضرورة كلنا مع بعض إلى ارتباط والتواصل كل صباح وكل مساء، ومكافحة مشاكل اليوم في رمز الحوار الإيجابي المثمر، ويكون الهدف تحقيق نتائج عملية في مصالح مشتركة إنسانية. والحوار معناه أن يلقي طرف واحد كلمته مع دليل وحجة وبرهان ولطف واحترام في الخطاب،
ويسمعه طرف آخر باحترام وحسن سماع، ويتلقى بالقبول إذا ما يكون قابلا للقبول، وهكذا الطرف الآخر يطرح فكرته المقرونة بالشواهد والأدلة مع التلاطف وحسن خلق واحترام، ويسمعه الطرف الأول ويتلقى بالقبول، لأن الأمر الواضح أن مقابلة العنف بالعنف لا يحصل منه إلا العنف، ومقابلة الكراهية بالكراهية لا ينتج إلا الكراهية. أيها الحضور الكرام، يلزم على معتنق الأديان ومتبع الثقافات والأديان، وأعبر عن معتنق الأديان لأن الأديان لا يحتاج إلى الحوار، بل معتنق الأديان ومتبع الأديان يحتاجون إلى الحوار، وأن جميع الأديان جاءت لخدمة الإنسان وكرامة الإنسان، إذ لولا الإنسان لما كانت الأديان، ولولا المكلف ما كان التكليف، وإن كل دين يدعو إلى صناعة الحياة ولا يدعو إلى صناعة الموت. الدين علم، الدين رحمة، الدين حكمة، الدين نفع. فلماذا إذا ما نذكر الحوار يكون حوار؟ يلزم على كل معتنق الأديان والثقافات أن يتحاوروا فيما بينهم لما فيه خير لنسج العلاقات والوتيدة لمختلف الفئات والجماعات، ويكون مثمرا بأن يتعرفوا ديانة الآخر وثقافته، وينظر إلى حاجاته ومخاوفه ومرغوباته وطلباته، فيعالج المخاوف ويعرف الضرورات، ونتقارب بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات لإزالة العوائق والحواجز التي يضعها الأفراد بسبب سوء التفاهم، ونستفيد ونعيد من حوار علماء وأكاديميين من معتنقي مختلف الأديان والثقافات حقوق الشعوب وحقوق الأفراد في المجتمع. وفي الأخير أوضح أن دولة باكستان تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان، قد فتحنا في عام الماضي معبر كرتارپور، وهو كرتارپور معبد لمتبعي مذهب السيخ، وهناك دفن مؤسس مذهب السيخ بابا غورونانك، ومتبع السيخ في الهند حوالي 30 مليون، كانوا يأتون كل صباح إلى حدود بين الباكستان والهند، وبقرب 3 كيلومتر من هذا المعبد كل صباح يأتون ويعبدون هنا. فالسنة الماضية الحمد لله فتحنا هذا المعبر لمتبعي مذهب السيخ، ويعني في أزمة ومشاكل بين الهند والباكستان، ويعني يزعمون الناس هذه الدولتين الأعداء ما بينهم، ولكن فتحنا هذا المعبر كل صباح. باكستان تسامح بأن يأتي 10,000 متبع السيخ كل صباح، والنقل والغداء والعشاء يعني يكلفها دولة باكستان، ويرجع قبل غروب الشمس إلى الهند للحدود بدون تأشيرة وبدون جواز السفر.
هذا ما يعبر عنه بالتسامح الديني. وفي الأخير أكرر كلمتي بأن ها هنا جالسين كثير الوافدين العلماء، ويلزم على العلماء والشيوخ هذه الأمة ومفكري هذا الأمة أن نواجه ظاهرة إسلاموفوبيا وإساءة من بعض الدول الغربية، الإساءة المذمومة القبيحة بالنسبة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحتاج أن يكون لدول مسلمة خطة واحدة يواجه فيها الموضوع، خطة سياسية وقانونية وأكاديمية وفكرية ودبلوماسية وإعلامية. وفي الأخير وأخيرا وليس آخرا أقول، يبقى الله واحدا وإن اختلف العباد والعبادات. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.